حتى لو المريض جاي سقف طموحاته قليل، احنا دورنا ان احنا نعلي سقف الطموحات دي. الكلام اللي قاله ده كلام محترفين على درجة عالية، وده كلام يهمكم جدا. علم الماتيريال، هذا العلم اللي فيه صراعات كمان، وفيه صراعات بين المراكز وبعضها. كل الأفكار الإيجابية دي هتفرق جدا مع المريض، هو جاي مبسوط، جاي نفسه يروح عيادة الأسنان عشان يخلص. الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان، لندن، جامعة إدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. دكتور عبدور محمد، عضو برنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان، أخصائي تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، عضو الفريق التجميلي للأسنان بالمركز البريطاني دكتور كريم إبراهيم. أهلا دكتور. بلا شك هناك نقاط غامضة وعديدة في عالم الأسنان. عالم الأسنان التكنولوجيا فيه تقدمت جدا، لكن في ناس لسه متجاهلة عالم التكنولوجيا في طب الأسنان. لا شك أنه ما بقاش طب الأسنان بطولة النجم الأوحد أو البطولة المنفردة لشخص واحد، بقى فيه ما يسمى بالتيم وورك. كل الناس فاهمة كده؟ هنفهم النهاردة أكتر وأكتر مع ضيفي عزيز زي الاسم المتميز القدير أستاذ دكتور كريم إبراهيم. أهلا بيك، منورنا في الناس الحلوة في رمضان. وطبعا منضمة لنا الدكتورة بدور محمد علي، مسؤولة القسم التجميل بالمركز البريطاني وعضو برنامج الزمالة الدولي تجميل الأسنان وأخصائي تجميل الأسنان. أهلا بيك يا دكتورة بدور. جاهزين للحوار؟ جاهزين للحوار. الحوار سينقسم إلى ثلاث أجزاء، والجزء الأول فيه كل جزء فيهم ثلاث اختيارات. الاختيارات الثلاثة مبنية على فكرة علمي معين. سنبدأ معا المنطقة الأولى. أبيض أسود أم رمادي؟ دكتور كريم، وعي الناس، وعي الناس حول أهمية أسنانهم ووصول عدد كبير من الناس إلى مرحلة الدمار الشامل في الأسنان أو انهيار الأسنان بشكل كامل، هل ترى أن هذا الوعي الآن في منطقة بيضاء، منطقة رمادية، منطقة سوداء؟ يعني دايما ما بحبش بدايتي بداية الإجابة تبدأ بإجابة صعبة، بس هي سوداء. يعني رغم كل المحاولات اللي احنا بنحاولها عشان الناس تفهم كونسيبت تجميل الأسنان، هم قدروا فعلا يفهموا، بس العدد اللي فهم فكرة ازاي اقدر احافظ على اسناني لسه انا شايفه قليل شوية، او لسه شايف محتاج ان هو يزيد اكتر من كده. عرضنا حالات كتير هنا، الصورة الاولانية او البري اوبرتيف بتبقى صورة صادمة للناس، محدش بيبقى مصدق ان المريض ده زي الصور اللي احنا بنشوفها قدامنا. قد ايه ان المريض حالته الاجتماعية بتبقى عالية جدا، وناس في اماكن مرموقة وليهم اوضاع متميزة في المجتمع، لكن بيهمل اسنانه بشكل بيؤثر جدا في حياته. دي حالات عرضناها قبل ما نشتغلها لمرضى، المرضى دول ما كانوش في أماكن اجتماعية قليلة أو وضعهم الاجتماعي أو المادي قليل، بالعكس دول كانوا ناس يعني نقدر نسميهم كلاس A patients، ومع ذلك اتعرضوا لمشاكل كتير في أسنانهم. ده نتيجة عدم الوعي باهتمام الأسنان وأهميتها. دورنا الفترة الجاية ان احنا قد ايه نشتغل مع المجتمع ومع الناس عشان نزيد الوعي ده، عشان ما نقدرش نوصل لمرحلة اللي احنا سميناها دكتور عندنا الامبوسيبل كيس، او الكيس اللي المريض بيعتقد ان انا مستحيل ان انا اعالج اسناني. مش عايزين نشوف مرضى يوصلوا للمراحل دي، عايزين نساعدهم ان احنا نلحقهم من الاول، او نبدأ نشتغل في اسنانهم من الاول قبل ما يوصلوا للمراحل دي. عظيم. هل من السهل عليكي ان مريض جاي باسنان مدمرة، مفيش سنان يعني، أو أسنان يعني شبه حاجة كده زي منطقة ألقيت فيها قنبلة، وأنت تتكلمي معاها عن التجميل؟ يعني المريض بيتخض، يعني أنا مش جاي عشان أجمل بس، أنا جاي عشان أنقذ. فأنت بتاخديه من أوبشن زيرو إلى أوبشن 100%. يعني
هو ما بيجيليش دايركت، يعني هو لازم يعدي على كل الأقسام في العيادة، كل قسم علاج الجذور، قسم التعويضات، قسم التركيبات الثابتة، وفي الآخر بيعدي عليا قسم التجميل عشان نناقش ازاي هنعمل تجميل لأسنانه بعد ما طبعا نعمل أي علاجات هو محتاجها، سواء حشو جذور، سواء حشوات بيضاء، أي حشوات هو محتاجها. هيخلع أسنان، هيعوض الأسنان دي ازاي، هيعمل زرعات، كل ده لازم يعمله الأول. بعد كده بيوصلي أنا في المرحلة النهائية لمرحلة التجميل، والحمد لله يعني في حالات كتير كانت impossible cases، والحالة كانت متدمرة زي ما حضرتك ذكرت، قنبلة موقوطة. اوكي، وبنوصل مش موقوتة، هي انفجرت. هي انفجرت اوريدي خلاص، بتبقى مش موقوتة، بتبقى القية يعني، هي انفجرت وحالتها بتبقى سيئة جدا يعني، حتى بتأثر عيانين مرضى كتير بيبقوا جايين حالتهم النفسية مش كويسة جدا، ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يضحك كويس، ما بيعرفش يتعامل حتى في شغله أو في عمله مع الكلاينتس بتوعه، فبنوصل في الاخر ان هو بيبقى سعيد وابتسامته بتبقى عريضه بعد ما بنخلص. هذهب الى سؤال اخر مهم جدا، يعني دور الاشعه ثلاثيه الابعاد ودور جهاز في تركيبات زي جهاز السيرك، هل ترى ان هذا الدور اصبح الان دور ابيض نصع البياض، دور اسود، دور رمادي؟ اعتقد ابيض. ابيض يميل قليلا للرمادي، قليلا للرمادي. زي ما قلنا الاجهزه دي اجهزه مبهره، اجهزه بتدي للمريض اوبشنز وسرعه وتجهيز ودقه في الاداء، بس دايما بتخوف على الطبيب المصري من حاله الانبهار دي. دايما بناكد على نقطه فيد المريض ما تفيدش الجهاز، يعني زي ما شرحت مثلا فكره الاشعه المقطعيه وثلاثيه الابعاد اهميتها في الزراعه، واهميه ان انا اشوف سكشنز في العظم واقدر احدد الزراعات اللي هستخدمها، لكن علماء الاكس راي كلهم وعلم الاكس راي بيقوم على التدرج. ما اقدرش المريض اول ما يدخل الكلينيك اعمل له اشعه مقطعيه على طول، لازم اتفرج على الحاله واشوف هل هي محتاجه هذه الدقه من الاشعه، ام ان انا ممكن استخدم معها بيري ابيكال اكس راي اللي هو الفيلم الصغير، بانوراما اكس راي اللي هي ال2 دي، او السيفالوماتريك لو في حالات التقويم اللي هو بيشوف الفك العلوي والسفلي وعلاقتهم ببعض. وفي الاخر اذا رايت ان انا محتاج الادفانسد اكس راي او الاشعه المقطعيه لازم استخدمها بدون شك للمريض. هو ده اللي انا بتكلم فيه، فكره التدرج في اي حاجه. السارك نفس القصه، هو في الاخر ماشين بتمانيفاكتشر حاجه انا هعملها، فاذا كان الديزاين نفسه يعني السرك ابهاره في السرعه، ان انا ممكن خلال يعني يوم صعب قوي لان ما اقدرش احط ديزاين في خلال يوم، لكن هو ممكن السرك يخلص الحاجه كلها في خلال يوم، بس الفكره في الديزاين. فممكن خلال 4-5 ايام اعمل فول ماوس ريهابيليتيشن بكراونز وبريدجز ولامينتس وقشور بالسرك، حاجه مبهره، لكن اتناسى الديزاين واعمل اي ديزاين عشان السرك هيعملوه في نفس اليوم، كارثي. اتكلمنا في البيوتي سبيشال سمايل وقلنا ان هي على الاقل 5 ايام عشان تقدر تصمم ابتسامتك بشكل كويس، وفي نفس الوقت لازم استفيد بالاجهزه دي يعني بتوفير الوقت الشديد اللي بتديهوني ان انا افيد المريض. طبعا ابيض يميل الى الرماد، الرماد. السؤال المشترك، السؤال القادم مشترك، سؤال مهم جدا، هل صراع المواد زركونيوم والسرك الجلاس البورسلين والزركونيوم، هل هذا الصراع ترونه صراع أبيض أم صراع أسود أم صراع رمادي؟ كان نفسي يبقى دكتور محمد بكري موجود هنا، هو اقدر على شرح الماتيريالز والاختلافات ما بينهم. بيسالوني في المركز وبيسالوني المرضى بتوعي اشمعنى بتحب دكتور الماتيريالز قوي كده وبتهتم بالنقطه دي، علم عميق، وازاي اختار الماده وتاثير كل ماده وجمالها، طب القوه هتؤثر على الجمال، لا الجمال محتاجينه في المرحله دي اكتر، علم كبير لا نغفله. اتعلموا ازاي تفهموا الماتيريالز، ازاي تستخدموها، هي مرحله بيضاء بكل ما تعنيه الكلمة. أي دكتور لا يعي أهمية الماتيريالز من أول الحاجة أو التركيبة أو التجميل اللي هيعمله، للسمنت اللي هيلزق بيه، للحشوة اللي هيحطها، لأي حاجة بتستخدم في مرحلة التجميل، هو لا يفقه شيء أو فايته كتير أوي. هل صراع المواد بيعمل لك صداع كمتخصصة في عالم التجميل، أم بيريحك نفسيا وبيرضي غرورك العلمي؟ هو بيرضي غروري العلمي، لان احنا نوعا ما بوجود التكنولوجيا او ماتيريالز معينه توصلنا ان احنا نوصل لاحلى نتيجه ممكن نوصل لها، وشكل جمالي عمرنا ما كنا نقدر نوصل له بالتركيبات القديمه البورسلين.
بكري، بقى في دلوقتي يعني دكتور محمد بكري اعلم مننا جميعا في المنطقه دي، بس هنحاول نعوض عدم وجوده. في عندنا الايماكس دلوقتي، وفي اللي هو الهاي ترانسلوسنت، وعندنا زيركونيوم والبورسلين ما زال متواجد. في مرضى معينه نتيجه البادجت ريسترينس بيلجأوا له. اوكي، بس توصلنا ان احنا في ماتيريالز بنوصل لاعلى نتيجه احنا حابينها. القادم اذا الاكثر كما نقول اثاره، لاننا امام الفقره القانونيه. جاني متهم ام بريء؟ في الجاني والمتهم والبريء انا اعتقد ان الامور بتكون تحتاج الى مزيج من الدبلوماسيه، لكن ايضا تحتاج الى هذا المزيج الصراحه. بخاف من الفقره دي. ما انا عارف. ومش انت بس، كل يعني لغايه دلوقتي كل الضيوف يعني تيجي دي ويقعد يقول لي بس هنقول على حد انه جاني. مش هو، مش حد، احنا بنتكلم على فكر مخالف للعلم. صحيح. عندما يقوم جهه ما مكان ما بتحديد خطه علاجيه وينفذ هذه الخطه العلاجيه لفم كامل شخص واحد فقط، هل تعتبر هذا الشخص متهم ام جاني ام بريء؟ يعني دبلوماسيه مطلوبه، لكن الصراحه الصراحه انا بشوف ان هو في مرحله الجاني بيجني على نفسه قبل ما بيجني على المريض. جاني. بيجني على نفسه. يعني هو علمه نفسه لا يتحمل ما، يعني احنا بنتكلم في شهادات كبيره زي شهادات الزماله والبورد والماجستير والدكتوراه، بس فين التيم وورك؟ فين فريق العمل اللي يديك ادق التفاصيل؟ قلنا ان احنا مركز التفاصيل الدقيقه، لازم اي فول ماوث رهاب تخش فيه تفاصيل صغيره جدا مهما كانت شهادتك كبيره. انت متخصص مثلا في حشو العصب، متخصص في علاج اللثه، فين بقيه التفاصيل؟ فين دكتور الماتيريالز؟ فين دكتور الجراحه؟ لو احتجت زرعات مين اللي هيحطها؟ فانا متخصص في حاجه معينه، عندي حالات زي دي، جذور موجوده في الاسنان. الحالة دي اشترك فيها 8 أقسام من أقسام تجميل الأسنان. إذا كان علاج اللثة عشان الجذور دي يظهر منها جزء، حشو العصب عشان يتم حشو العصب للجذور دي، تركيبات ثابتة عشان الفايبر بوستس أو الدعامات البيضة اللي هتتحط جوه الأسنان، ريموفبل اللي هو الدكتور اللي بيدرس البايتنج أو إزاي المريض ده هيعض، لأن أنا ما عنديش عضته، أسنانه متآكلة تماما، عشان نوصل بيها للنتيجة اللي هنشوفها دلوقتي اللي هي الصورة بعد ما خلصنا، لازم يشترك فيها كل الأقسام بتاع طب الأسنان عشان توصل للنتيجة النهائية. فتخيل إن الدكتور ده متخصص جدا في مرحلة واحدة. بص يا فندم، الصورة يعني شتان الفارق بين قبل وبعد، قد ايه الحاله دي اتدرست، قد ايه درسنا، حتى الاسنان هنا مش بيضه، درجه اللون دخلت لدكتور بدور، ابتدت تختار الالوان، او اختيارنا في قسم التجميل للالوان بيعتمد برضه على اسس. فايا كان دكتور واحد لا يكفي ابدا 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 مهما كان علمه. السؤال القادم مشترك جدا، لانه سؤال ايضا برضه يعني الديمقراطيه. أنا عايز أسأل على الديمقراطية. الديمقراطية في الطب يعني قد تكون في كثير من الأحيان غائبة، وسؤالي هو هل عندما يحدد الطبيب خطة علاجية معينة، هل عدم توضيحها للمريض بشكل كافي، هل ترونه أمر متهم أم جاني أم بريء؟ متهم. دكتور بدور بتحضر معانا اللحظات دي واحنا بنشرح الخطه العلاجيه للمريض، انا بهتم جدا في المرحله دي ان هو لازم يشوف صور. يعني لا يمكن اشرح له على الشيت بتاعه او الحاجه الخاصه بيه من غير ما يتفرج على صور تشبه حالته او تشبه البروسيدجرز اللي هتتقدم له. فاحنا دايما بيبقى في مرحله اتهام في الوقت ده نتيجه ان المريض ممكن يوافق على البروسيدجرز نظري، لكن ما شافهاش عملي، ما عرفش ايه اللي هيحصل في اسنانه، وما عرفش هيوصل لشكل عامل ازاي، زي المراحل دي. دي مثلا اسنان متدمره خالص، لازم انا اوري المريض احنا هنعمل ايه. اول صدمه لي ان احنا لازم هنشيل التركيبه القديمه الكارثيه الموجوده، فدي صدمه بالنسبه للمريض، لو ما مهدتوش ليها هيتفاجئ بشكل كبير. علاج اللثه المتضخمه وشكل وضعها واستخدام الليزر معاها لازم يتدخل بشكل كبير. لو المريض مش متحضر نفسيا ان احنا هناخد الخطوات دي، يعني دي كانت مرحله في الوسط، تخيل ان احنا بعد ما شلنا التركيبه لقينا الوضع بالشكل ده، فما بالك لو المريض ما يعرفش او هيتفاجئ بالمرحله دي، بيسبب ان احنا هنتوقف في وسط المرحلة
مرحلة علاجية ويعني بنشوف حالات كتير جدا لو ما تمش الشرح بشكل كامل للبروسيجرز بتتوقف في الوسط، هي مش مصدقاك، فقدت الثقة فيك. عشان اوصل بيه للشكل ده، اوصل بيه للابتسامة دي، لازم ابقى مهيئه ومعرفه الخطوات ومفرجه على صور وفيديوز عشان يقتنع بيها. إذن سنذهب إلى المنطقة الثالثة في الحوار، وهي المنطقة ربما الأكثر إثارة. وشك أم يقين؟ ما أكثر الأوهام في عالم الأسنان؟ لو أنه في منطقة ما أو في منظومة ما اتعملت خطة علاجية، لكن في تخصص مش موجود، في تخصص مش بيشتغل في المنطقة دي لسبب أو لآخر، معرفش إذا كده موجود ولا لا، هل هذا الأمر سيصل بنتيجة تقترب من نتيجة اليقين أم وهم أم شك؟ الصراحة في المرحلة دي، يعني في الجزئية اللي التخصص ناقص فيها، هتبقى طبعا مرحلة واهمة. يعني مهما كان علم الدكتور في القسم ده، يعني مثلا في أحيانا دكاترة بيتخيل إن هو عنده علم كبير في التركيبات فأقدر أحط زراعة كويس، أو أنا متخصص مثلا في أي قسم تاني فأقدر أعمل زراعة بشكل كويس. من وجهة نظري لا، يعني إدي الحاجة للمتخصص فيها. هاد دكتور إمبلانتولوجيست عندك في المكان زراعة، يقدر يدي الزراعة حقها، يقدر يدرس العظم، يقدر يشوف النيرفز، يحط التركيبات. فوهم ان انا اقدر اتخيل ان مهما كان علمي ان انا اتدخل في جزئيه فيها تفاصيل صغيره قوي. ممكن انا مثلا بشهاده كبيره اقدر ادير تيم ورك كامل ان هو يقوم بعمليه كامله ناجحه للمريض، لكن اعمل كل التفاصيل لوحدي، من وجهه نظري حتى لو تخصص واحد، هو وهم ان انا اقدر يعني اتغلب عليه من غير متخصص فيه. هل يعني في بتحسوا في عالم الأسنان إنه في تخصص فارد عضلاته عن تخصص آخر؟ لا، يعني الكورة حتى المهاجمين فاردين عضلاتهم على المدافعين مثلا. في الطب عندنا الجراحين دايما يعني ملاك المستشفى زي ما بيقولوا، يعني كل الأقسام دورها متواجد في طب الأسنان ودورها متساوي. متساوي، يعني كلنا كل واحد دوره متساوي مع التاني عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي العيان. في الاخر انت لو عملت كل حاجه من وجهه نظرك انت بس، وفردت نفسك، فردت عضلاتك، انت كده ضريت البيشنت، ضريت المريض. بس فلازم كلنا يبقى دورنا متساوي. السؤال الاهم في حلقتنا النهارده، حالات المستحيله. في بعض الناس تعتقد انه حالاتهم لا يمكن ان تعدل، انه اسنانهم وصلت لمرحله مفقود فيها الامل كما يقولون. هل هذا الاعتقاد، اعتقاد الامبوسيبل كيس او الحاله المفقود فيها الامل او الذي لا يمكن اصلاحه، هل هذا الاعتقاد في عالم الاسنان الان في 2016 هل تعتقده اعتقاد واهم ام يقيني ام مشكوك فيه؟ يعني الثلاث اجابات ينفعوا يا دكتور. الثلاث اجابات يعني انا هقول من وجهه نظري ان المريض بيبقى متخيل وهم، متخيل ان انا حالتي لا يمكن هتتعالج مهما رحت ومهما عملت، لا يمكن اتعالج. ده المريض فمن وجهه نظره فيها مشكله. الدكتور اول ما بتجيله الحاله بيدخل في مرحله الشك. انا احط خطه علاجيه بس لسه لازم اجتمع بالاقسام كلها الاول واسالهم عن كل خطوات عشان اتاكد ان الخطه العلاجيه اتحطت. اليقين هو اننا نوصل لمرحله اللي احنا بنشوفه بقى بعد والتجميل و و و و فبتمر بالثلاث مراحل، وهم عند المريض، شك عند الدكتور في الاول، يقينا في عالم الطب، طب الاسنان تحديدا بما انه ده عالمكم انتم، بعيدين عن ما يوجد في الدول الاوروبيه ويوجد في امريكا، هل هذا المعتقد معتقد واهم ولا في شكوك ولا يقين؟ بس خلي بالك الاجابه دي صعبه. انا يا دكتور بتخوف جدا من الاجابه على الاسئله من النوعيه دي، لاني بقلق جدا على نفسيه الدكتور الصغير او الدكتور المصري. لو فعلا قلت له حجم التقدم في انجلترا وقد ايه بيهتموا وقد ايه بيشتغلوا بسيستم، بخاف جدا على حاله من الاحباط تسود الطبيب المصري. باكد طبعا ان في انجلترا مثلا بيقدروا يوصلوا لمرحله من النظام والدقه اعلى من هنا بكتير، لكن يقينا ان الطبيب المصري واحنا هنا يعني في المركز عندي لا يقل ابدا عن اي مكان بره مصر. اذا توفرت التكنولوجي تحت ايدينا والنوليدج تحت ايدينا نوازيهم ونتفوق عليهم كمان. انت جاوبت بدبلوماسيه، ما جاوبتش بصراحه.
يعني ومش عايز اجاوب بصراحه. طيب هل تري انا وصلت الاجابه يعني طالما انت مش عايز وصلت. هل تري انه يعني الشباب المستقبل يعني بما انك انت شباب ينظر الى المقارنه بين العمل الموجود في مصر والعمل الموجود في اوروبا او امريكا مثلا في عالم الاسنان نظره ان احنا مشابهين فيبقى احنا يقينا قريبين من بعض ولا احنا بعاد فنبقى وهم ولا احنا بين البنين ولا ايه؟ يعني اختلف مع دكتور كريم في الموضوع دوت. يعني انا على يقين ان احنا بقى عندنا التكنولوجي متواجده في مصر وعندنا الشهادات والدكاتره اللي عندهم مقدره علميه ويقدر ان هو يغير اي حاجه ممكن يعملها. نورتينا يا دكتوره بدور، نورتينا يا دكتور كريم، سعداء جدا بهذه الزياره والاجابات فيها دبلوماسيه كبيره، فيها احيانا ان احنا بنضع نفسنا في منطقه فيها امل في بعض الاحيان. انا اقدر ان انت يعني ممكن تكون عندك امال في المستقبل، فربما هسالك هذا السؤال لو عشنا وكلنا عمر السنه الجايه واقول لك هل احنا نقدر ننافس؟ اعتقد ممكن يكون السنه الجايه الاجابه مختلفه عن السنه دي. نورتنا وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم والله اكرم، وكل سنه وانتم طيبين وخليكم دايما مع الناس الحلوه. Thank you.